السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش المقادير؟ المقادير هي توست أو أي شيء تبونه، خبز، صامولي، أي شيء تبونه، بس أنا جبت توست لأنه حبينا. فهنا تونة وعصرة ليمون وخس، وهذه لبنة، هذه لبنة، وهذه آلة التوست. فأول شيء وهذا ملاعق ما يحتاج ملاعق، شطائر. لا عشان نسوي كذا، أول شيء نسوي لبنة، بسم الله، نسوي لبنة هنا، شطائر، طبقات لبنة، شو اسمه هذا؟ خلطة، ما أدري وش اسمها. بس أول شيء أسوي لبنة، أحشيها على لما تخلصين بقول للجمهور شيء. طيب دقيقة طبعا بعد ما حشيتها ما انتم شايفين زي كذا، ملعقة ثانية للتونة والخس وال عصرة ليمون، عصرة والله شكله كيلو ليمون، كيلو عفوا شكله لتر ليمون، كيلو حلوة ذي عجبتني، كيلو لتر مش كيلو، ما ادري عنك انت اللي قلتي. خلاص بعض الاحيان بعد ما سويتها كذا، انا مو عصره، شوف ايش كسره كل هذا ليمون. هذه صارت عصره. بعد ما سويتها كذا تبونه زي تبونه كذا او تبونه طريقه ثانيه، اي شيء تبونه. الحين بعدين احطها تفتحين اللي شو اسمه حماصه التوست. ايوه احطها في هذه الطريقه. لا شو اسوي عاد؟ اقول الخبر؟ يما صوت مره كذا يطلع. تخلونا الين؟ لا بعدين. تخلونا الين؟ هنا انتم تساعدين عادي. خلاص بعدين تسوي شكلك جبت العيد. لحظة. لا ما جبت العيد. الا الجبن لزق بال شوي. شفتي؟ دق الصوت. جابت العيد. لا ما جبتها. اسمعي شوفي. طيب الموية على الآلة. اي مو الموية، طلعيها حطيها في صحن، جيب الصحن ده. شوفي قاعد يطشر علينا. سكروا ما بعد نتحمس. خلاص سكروا. ان شاء الله ما راح يصير لنا شيء. ايش فيك انت؟ اقول لك ما تبي يصير شيء علينا. الموية قاعدة تقول مو الموية، لا ايش اسمه؟ الليمون. عشرة الليمون، لتر الليمون، مو بس الليمون، ترى حتى التونة يجي معاها موية. خلاص بعد ما سويتها ماية التونة انحطت في الآلة. شوف كيف، وهذه تونة مع خس مع طيب تكفون واهم شيء تكتبون فريق ريما، هذه جواهر ريما حنين. تكفون بالله اكتبوا في الهاشتاج وش هو الحلو في مقطع في الطريق. وش السندويشات هذه؟ بس الشطائر خفيفة يوم مثلا الفطور للصباح، او مثلا شوف كيف سويتها هذه، الفطور للصباح او مثلا طلعة سريعة يعني، او يعني اوكي. بعدين افتحها، تبون هذا الشكل او الشكل اللي قبل، بعدين ادخله. والحين راح ابدا اطلع الثانيه. يا ويلي كيف انحرق الحين انا. دقيقه اصبر، خليها تشيلها حطيها هنا. حلوه ذي. يا ويلي احس مره، شوف كيف صارت. يلا شيلها بسرعه. يا ويلي من حبيب من حبيب السريمة السندوش. او التوست سكر. والحين نسكر ثانيه. لا طلعت برا. اقوى الاقوى. لا مو كذا بالوسط، حطيها في الوسط. شوفي كيف صار. اي عادي بالوسط عشان شو اسوي عاد؟ تقفل كذا. الحين راح تقفل، حطيها. لا خليها كذا. خليها كذا، هي ما تنضغط الحين. خليها كذا، اذا جاب شوي لها مضغوطه بعدين دخلها زين. طيب الحين انا اسوي واحده ثانيه الآلة. على اي عدد تبون انتم تسوون،
هذه تطلع الطلعات السريعة. سوي 1 2 3 4 5 6 5 يعني خمسة. أوكي. احنا عربيين قولي خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ليس والضيوف أمريكيين. ستة سبعة. سبعة يحتاجون ولا ما؟ خالي وليد تعال عشان النتيجة. النتيجة لا تقولوها يا جماعة في إذني، أعطوني إياها في الجوال. أعطوني النتيجة في الجوال. ها؟ لا لا قولوها في الإذن. خلاص أستاذ أحمد بيرسل لك. منو؟ أستاذ أحمد يرسل. أي أرسل لي إياها تكفى. طيب أنا بخاطري أقول حاجة صراحة. يعني أنتم عارفين إني أقدركم وأحبكم كثير. يعني أعدكم مثل بناتي في الصدق يعني. اتركوا البرنامج. تمام؟ ليه؟ يعني أنا أعدكم ولما أشوف حاجة لازم أتكلم. ليش؟ تمام؟ في ملاحظة اليوم في الحلقة. لا أحد يقلل من شغل أحد. انتبهوا. يعني مثلا شفت سندويشة أنود؟ ليش ذا؟ ليش السندويشة هذه؟ شفت مقطع؟ ليش ذا؟ لا انتبهوا. حتى بين الإخوان لا أحد تمام ينتقد شغل أحد ولا. أستاذ أحمد يونس يرسل لك نتيجة؟ يمكن. يمكن؟ لا لا أرسل يمكن. طيب أنا شو عرفني يعني أراقب جوالك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يمكن. جواهر ريما قبل النتيجة. جواهر حابة تقول شيء. تبي تقول شيء صح؟ ذكرنا. يلا يا جواهر. طيب أي كاميرا؟ هنا؟ هذه؟ إيه جيبوها كذا في كلوز لحالها عشان تحكي يعني. يلا. طبعا الخبر اللي هو ان مو صح هذا الحين موسم من برنامج بنات الحين اللي هو حق الترم الاول، فهذا راح يكون اخر موسم لي ان شاء الله في برنامج بنات، لكن مو يعني اخر مشاركه بالمجد، لا ان شاء الله في مشاركات ومقابلات ويعني مشاركات جايه ببرنامج بنات، لكن يعني يعني مذيع تقديم دائم يعني كل مره، فبيكون اخر شيء يعني بشكل يومي وكذا، فهذه راح تكون اخر حلقه لي، لكن ان شاء الله بتكون في مشاركات كذا بسيطه. جميل. لكن بالنسبه للتقديم وكذا يعني خلاص يعني تقديم يعني بشكل عام يعني فهذه اخر حلقه، لكن ان شاء الله في مشاركات بسيطه. شكرا قريبا. يا جواهر. جواهر شكرا، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه. شغلك حلو، تمثيلك جميل، البنات اللي تابعوا برنامج بنات يحبوك ويدعوا لك كثير. كان لك جهد كبير مره حلو في الحلقات، وانا بصراحه تمنيت انك تكوني معانا دائما، بس ان شاء الله في مشاركات. تكلمني يعني. انا وين اروح؟ اروح كذا يعني ولا كذا؟ طيب الكنترول يا جواهر برضو يقولوا لك يعطيك العافيه، وكان شغلك مره حلو يجنن، وعملتي اضافه للبرنامج مع بقيه البنات، فالله يوفقك يا رب، وسلمي لي على ابوك كثير عشان ابوك انسان. يعني شكرا لكل اللي تعبوا بالبرنامج، كل المشاهدين، كل الضيوف، كل البنات، ومره استمتعت، وان شاء الله في مشاركات قريبا ان شاء الله. طيب مين حبيب بابا؟ طيب النتيجة بشري، نتيجة الأكل كيف أول؟ حلو حلو حلو. ما ذقت أصلا، حتى أنا ما ذقت من الريحة واضح الطعم. أي ما شاء الله تبارك الله. طيب النتيجة يا جماعة، المقطعين اللي شفناهم في البداية، مقطع الفراشة، فراشة ذيل التنين صح؟ الفراشة الجميلة التي كانت غريبة، كان لي حنين وريما وحنين، وجابوا 126. حلو أما عنود ووليد مبروك فجابوا 182. مبروك مبروك.